يا اهلا بكم في كود ستارت مع محمد فتحي، وبنكمل سلسله الفلاتر ديفلوبمنت كورس. في البدايه لو انت عاوز تشوف الفيديوهات بتاعتنا بالترتيب، هتدخل على اليوتيوب وهتكتب بعد اليوتيوب فورورد سلاش كود تو ستارت وهتضغط انتر، هيبدا يظهر لك القناه بالشكل اللي قدامنا. طبعا هو ظاهر الهوم، ممكن تضغط على فيديوز. الافضل بقى عشان في ان انت تشوف الفيديوهات ان انت تضغط على البلاي ليست، فالبلاي ليست هيجيب لك القنوات او الكورسات اللي عندنا، وتختار الكورس اللي انت محتاجه وتضغط على فيو بلاي ليست. وما تنساش بقى تسبسكرايب في القناه وتلايك للفيديو لو اعجبك الفيديو، لان عمليه السبسكرايب او السبسكريبشن بتدينا دعم ان احنا ننتج او ننزل فيديوهات تانية. فما تنساش تسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ودي القناه بتاعتنا موجوده معاكم اهي، عشان نبدا ننزل زي ما انتم شايفين. بنبدا نزلنا سلسله الدارت، وبعد كده بدانا بالفلاتر، وهننزل ان شاء الله سلاسل وكل اللي انتم محتاجينه وهننزل بيه. بس زي ما قلنا عمليه السبسكريبشن واللايك دي مهمه جدا، بتدينا دعم ان احنا نكمل فيديوهات تانية. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الستيتفول ويدجت، وده الابلكيشن اللي عملناه المحاضره اللي فاتت، كان عباره عن ستيتلس ويدجت، وكنا بنغير. لو انا عملت كلير للكونسول هنا، كنت بغير بكليك على كليك مي، كان التغيير في الكاونتر بيظهر قدامنا وما كانش بيظهر هنا. ليه؟ لان كانت الويدجت عباره عن ستيتلس ويدجت. عاوزين بقى نحول الستيتلس ويدجت لستيتفول ويدجت. العمليه بتكون بسيطه جدا. كل اللي بعمله ان انا باجي هنا وبعمل كلاس ماي اب. الكلاس ماي اب ده بيكستندس الستيتفول ويدجت، وباوفررايد الميثود اللي هي اسمها كرييت ستيت وليس بيلد. وفي كرييت ستيت بترجع بستيت. ستيت ده المكان اللي ده كلاس تاني بتحتفظ بيه بالديتا اللي انت عاوزها تبقى موجودة معاك أثناء الريبيلد. كل ما يحصل تغيير في الديتا، البيلد بتاع الكلاس التاني ده تشتغل وتبني الويدجت بالديتا الايه اللي هي اتغيرت، لان هنا هتكون نوعها ميوتابل، يعني الويدجت دي ميوتابل يعني قابلة للتغيير. فالكرييت ستيت هترجع بستيت من نوع ستيتفول ويدجت، وهترجع بالكلاس التاني. يبقى انا في حالة الستيتفول ويدجت هيكون عندي اتنين كلاس، كلاس الرئيسي اللي هو ماي اب، وكلاس تاني اللي هو هسميه اي اسم وليكن ماي اب ستيت. الكلاس التاني ده هيرث من مين بقى؟ هيرث من ستيت، هيحتفظ بالستيت للكلاس الاولاني. اهو شايف ستيت جينيريك هياخد الكلاس الاولاني، وتبدا بقى تضيف الكود بتاعك كله كامل هنا، ويكون في الميثود بيلد. فاي تغيير هيحصل في الداتا هيرفلكت على او هيريبيلد لل الاوبجكت او الويدجت دي مره تانية. تعالوا كده نشوف الكلام ده عملي مع بعض. هنفتح الفي اس كود، وادي الكلاس بتاعنا. كل اللي هنعمله عشان نحول الويدجت دي من نوع ستيتلس ويدجت لستيتفول ويدجت، كل اللي هعمله مبدئيا هاخد كل اللي في الستيتلس ويدجت ده كات، اخد كل ده كات في الكلاس ده اهو، مش محتاج اي حاجه فيه. فاصبح الكلاس ده كلاس فاضي، امتي كلاس اهو بالشكل ده. وهبدا اغير النوع هنا من نوع ستيتلس ويدجت لنوع ستيت فول ويدجت، ستيت فول ويدجت تمام. وها اوفررايد ميثود، هكتب هنا اد اوفررايد. الاوفررايد ميثود هنا هتكون هترجع ب ستيت من نوع ستيت فول ويدجت، وهيكون اسمها كرييت ستيت. هي دي ميثود عاديه جدا. وهبدا اعمل كلاس تاني، هسيب الميثود دي دلوقتي وهروح اعمل كلاس تاني. كلاس ده اللي هيحتفظ بقى بالستيت او الاوبجكت او الداتا بتاعه الكلاس او البيانات هتحتفظ هنا. مجرد ما البيانات تتغير هبدا انادي على الميثود بيلد تاني. تعالوا نشوف مع بعض كده. فانا هعمل كلاس هسميه اي اسم، انا هنا هسميه ماي اب ستيت، وهي اكستندز ده المهم بقى، هي اكستندز مين بقى؟ ستيت، هو يحتفظ بالستيت او الحاله، الحاله بتاع الايه؟ جينيريك. وادي له هنا الكلاس بتاعي اللي هو ماي اب، اللي هي الايه؟ الويدجت الرئيسيه اللي هي اسمها ماي اب اهي. وبعد كده هبدا اعمل كيرلي بريس، وهضيف محتوى الكلاس اللي انا كنت جايبه كات بالبيلد بكله اهو، كنترول في كده، خلاص مفيش حاجه تانية هنعملها. يبقى اصبح بقى ايه؟ الكلاس اللي هو ماي اب اللي بيكستند من الستيت في الويدجت هيرجع، وانت هنا هتريتيرن، ده اللي هضيفها دلوقتي حالا، هريتيرن اوبجكت من مين؟ من ماي اب ستيت. هو بيبدو ان هو شكله غريب شويه بس بسيط جدا. كل اللي انت بتعمله بتعمل اتنين كلاسز،
الكلاس الاولاني ده بيكستند الستيتفول ويدجت وبت اوفررايد الميثود اللي اسمها كرييت ستيت، والكلاس الثاني وبترجع اوبجكت من الكلاس الثاني. الكلاس الثاني هو اللي فيه الشغل بقى. الكلاس الثاني ده بيرسم من مين؟ من ستيت، احتفظ بالستيت بتاع الكلاس الاولاني دي ما فيهاش مشكله، وتبدا بقى تحط الكلاس الالي العادي جدا ده الاتريبيوتس، وهنا البيلد اللي هتشتغل. اي ما يحصل تغيير في في الستيت هنا او في الداتا اللي هنا، الميثود بيلد هتريبيلد نفسها مره تانية. كل ما يتغير الداتا هنا هتريبيلد تشتغل، يتغير الداتا هنا دي تشتغل، كل ما تتغير تشتغل، يعني دي بقت واحد فريبيلد تشتغل. فبتعرض مين؟ بتعرض الكاونتر، فالكاونتر بواحد. اصبح ده اتنين فدي تشتغل مره تانية، فتبني الداتا وتبني ده باتنين وهكذا. طيب دلوقتي لو انا عملت ران هريستارت الاول فروم سكراتش كده الاول، نريستارت الاول عشان يبدا الدنيا تظبط معانا، وبعد كده ايه الهوت ريلود هيشتغل اوتوماتيك. طيب دلوقتي لو انا عملت تغيير خلاص الريستارتت كده تمام، وادي الكونسول. لو انا ضغطت على كليك مي بدا يظهر ايه الكاونتر بواحد، وهنا طبعا هنا ما ظهرش اي تغيير. ليه بقى؟ لان انت لحد هذه اللحظه ما قلتش اما انا ابدا اكليك على البطن ده تريبيلد تنادي على الميثود دي، ما قلتلوش انت اتغيرت، بس احنا عاوز اقول له اما يحصل تغيير في الكاونتر تنادي على ايه؟ على البيلد. الكلام ده بيتم ازاي؟ ان انا باجي هنا وبضيف ميثود هي اللي هتنفوك او هتنادي على البيلد. باجي هنا وباخد الكود كات وبنادي على ميثود اسمها سيت ستيت. سيت ستيت دي هقول له هنا اي سيت ستيت دي هتنادي، معناها كده ان هي بتقول عشان ما تنساش دي هتقول البيلد، هتنادي على البيلد. امتى تنادي على البيلد؟ اما يحصل تغيير في ايه؟ يحصل تغيير في في الكاونتر. ممكن هنا دي ما تبقاش موجوده، هنا مش لازم تبقى موجوده في الحته دي، ممكن اجيبها هنا. فبالتالي لو عملت كده ريستارت وادي الكونسول، وهنا لاحظ بقى زيرو، تكليك بقى واحد، وده بقى ايه واحد كأنك مرة تانية اتنين، وهنا ظهر قدامنا اتنين. يبقى اي ما بيحصل تغيير في الكاونتر سيت ستيت بتنادي على ايه؟ بتنادي على البيلد، والبيلد بتعمل ايه؟ بتريبيلد الويدجت مرة تانية وبتظهر التغيير اللي قدامنا زي ما انت شايف. احنا قلنا هنتكلم على البيلد كونتكست، وتقريبا نسيت اتكلم عليها في المحاضرة اللي فاتت، فانا هتكلم عليها بسرعة. البيلد كونتكست انت عندك دلوقتي ويدجت اسمها ايه؟ اسمها اسمها ماي اب او ماي اب ستيت. ماي اب ده الويدجت الرئيسية. الويدجت دي بداخلها ايه؟ بداخلها ويدجت تاني اللي هي ماتيريال، والماتيريال بداخلها ويدجت تاني سكافولد، والسكافولد بداخله ويدجت تشايلد، والابر بداخله ويدجت تاني وهكذا. فلو جينا هنا في الرسمه اللي قدامنا دي، لو احنا عندنا كده الموبايل ابلكيشن بتاعنا اهو، ده الموبايل في ويدجت رئيسيه، والويدجت الرئيسيه كده بداخلها ويدجت تاني، والويدجت التانية بداخلها ويدجت تالتة وهكذا اهو. فما تيجي مثلا في اي ويدجت، مثلا في الويدجت دي الويدجت الاخيرة دي، وتبعت بيلد كونتكست، فالبيلد كونتكست هيقول مكان الويدجت دي فين، مكانها او البوزيشن بتاعها او اللوكيشن بالنسبة للويدجت تري. الويدجت تري اللي هي دي كده، لاحظ دي ويدجت تري كلها دي، بداخلها ايه ويدجت تاني، بداخلها ويدجت تالتة، بداخلها ويدجت رابعة، دي بنسميها الويدجت تري. فالبيلد كونتكست هيقول الويدجت اللي انت شغال فيها دلوقتي مكانها فين بالنسبة لايه؟ بالنسبة للويدجت تري. فلو جينا كده مع بعض كده عملنا هوفر على البيلد كونتكست، هيقول لك ايه؟ ده هاندل هاندلر او هاندل تو ذا لوكيشن، مكان اوف ا ويدجت ان ذا ايه؟ ان ذا ويدجت تري. هو ده المقصود بالبيلد كونتكست او الكونتكست او السياق بالعربي، هو مكان الحاجة بالنسبة لباقي الاوبجكتس. ده ببساطة جدا. وبكده يكون اتكلمنا على الستيتفول ويدجت، والستيتفول ويدجت هي عبارة عن ويدجت ميوتابل، يعني بتتغير بتريبيلد نفسها مجرد ما يحصل تغيير في ايه؟ في الستيت بتاعت الويدجت. بنأكد تاني ما تنساش لايك وتسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.